الشوط السادس الحفل الرابع والثلاثون وانطلقت الآن الجياد في شوطها السادس على كأس وزارة البترول والثروة المعدنية لجياد وأفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر شوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة 2000 متر قيمة الجائزة 80,000 ريال وبمشاركة كل من النعمان وشايف وقيصري وعوض المحبة وأضم والعسر والصدارة في هذه الأثناء لعوض المحبة في المركز الأول ومن الداخل أيضا هناك أضم وأيضا من الخارج في المركز الثاني الآن النعمان في المركز الثاني يتقدم أضم للمركز الثاني الآن والنعمان في المركز الثالث شايف في المركز الرابع قيصري الخامس والعسر في المركز السادس والصدارة لعوض المحبة ومتابعة من النعمان مع الجواد أضم من الداخل كما تلاحظون في هذه الأثناء محاولات من قبل النعمان لأخذ الصدارة من أضم صاحب المركز الأول المتقدم بفارق نصف رقبة تقريبا والصدارة للجواد أضم محاولات من النعمان النعمان يتقدم لصدارة هذا الشوط بدأ خياله يحركها الخيال الجواد أضم لمحاولة رجوع الصدارة له في هذه الأثناء مع دخول الجياد للمنعطف الأخير باتجاه خط النهاية أضم من الداخل في المركز الأول النعمان في المركز الثاني وتنافس ثنائي ما بين الجوادين ومحاولات من أيضا بقية الجياد شايف يحاول استحداث خيالة والنعمان يتصدر في المركز الأول النعمان وكأس وزارة البترول والثروة المعدنية النعمان يتقدم لصدارة هذا الشوط النعمان في المركز الأول إذن النعمان مع وجبرت راموس إلى خط النهاية وكأس وزارة البترول والثروة المعدنية ألف مبروك لصبل من الأمير محمد بن سعود الكبير.